سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مشاهدينا الكرام أينما تكونوا، هذه حلقة جديدة من برنامج واينت، هذا البرنامج الذي نستعرض فيه أبرز ما تناقله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، جوجل ويوتيوب. والبداية كالمعتاد من واي تويت. أولى التغريدات ليومنا هذا تغريدة للنائب البرلماني أحمد سيف حاشد. محمد العماد قبل الحرب طلب مني 100,000 ريال لاستمرار إصدار صحيفته الهوية عقب حوار معي أصدرته صحيفة. اليوم صار له إرم ذات العماد 8 دور وإذاعة ومحطة فضائية. من أين له هذا يا أنصار الله؟ من أين له هذا يا حوثيين؟ من أين له هذا يا عصابة الحوثي؟ الرجل كان يطلب 100,000 ريال من البرلماني من أجل أن تستمر هذه الصحيفة في الإصدار وأن تتابع عملها. الآن أصبح له عمارة كما يقول 8 أدوار، وأصبح أيضا لديه محطة فضائية، وأصبح لديه أيضا إذاعة محلية. من أين له بكل هذه الأموال لكي يفتتح كل هذه في حين كان يطلب من البرلمان 100,000 ريال؟ هذا فساد لا يمكن قط سكوت عليه، وهي في حقيقة الأمر تبين أين تذهب هذه الأموال، أين تذهب مرتبات الناس، أين تذهب أموال الدولة، أين تذهب الضرائب، أين تذهب الجمارك، أين تذهب الجبايات، أين تذهب المجهود الحربي، أين تذهب كل هذه الأموال؟ هي تذهب في جيوب المشرفين وفي كبراء هذه الجماعة التي أضلوها السبيل وضيقوا الخناق أيضا على المواطن. مؤلم جدا، في حين أنه كثير من اليمنيين لا يجدون قوت يومهم، تقطعت بهم السبل بعد أن قطع الحوثيون رواتبهم. هؤلاء لديهم عماير وفلل ومحطات تلفزيونية وإذاعات وعايشين في النعيم، بل الآن الجماعة ذاهبة إلى قانون الخمس من أجل أن يذهبوا بالأموال أيضا إلى آل البيت، إلى آل بيت الحوثي طبعا، لا أقل ولا أكثر. لا يمكن أبدا أن يكون دين الله يقبل بهذا الشيء، ولا يمكن أن تكون أيضا الشريعة الإسلامية تقبل بهذا الشيء. لا يمكن أن يكون هذه العصابات المجرمة وهذه الحركات الأيديولوجية توافق أيضا على هذا الظلم إلا إذا كان مصدرها أيضا ظلامي، وأيضا كان مكانها مظلم. هي آتية من الكهف، فلا عجب أن يكون هذا هو تصرفها. علي البخيتي: المؤتمر حزب سياسي لا عنصرية فيه ولا مناطقية ولا مذهبية، لا سنة فيه ولا شيعة، لا زيدية ولا حوثية ولا إخوانية ولا سلفية ولا صوفية، حزب يمني وطني يمكن لأي إنسان الالتحاق به. المؤتمر كحزب لا أتحدث عن أشخاص، هو الحصن الأهم والأقوى اليوم الحامل لقيم الثورة والجمهورية. طبعا هو حزب الوسطية والاعتدال، هو ليس هو حزبا سياسي بكل تأكيد، يمارس عمله السياسي من سياسة يمارسها من أجل السياسة، لا يمارس تحت عباءة الدين ولا تحت وصاية المرشد ولا تحت ولاية الفقيه ولا تحت مثل هذه الجماعات التي تتخذ من منبر المسجد صوتا من أجل الوصول إلى السلطة باسم الله تخطب وباسم الرب وباسم الرسول، ثم يكون الهدف من ذلك كله فقط الوصول إلى السلطة، سواء الإخوان المسلمين أو جماعة الحوثي. عباس الضالعي: بعيدا عن موقفي من الراحل علي عبد الله صالح، فإنني أجزم أنه لو أتيح للناس تشييعه لخرج في جنازته دون ترغيب أو ترهيب ما لم يخرج في حياته. فكفوا أيها الحوثيون عن خداع أنفسكم بجموع الصميل. طبعا تم إجبار طلاب مدارس، تم أيضا الترهيب لعقال الحارات، أيضا للمشائخ، هناك كانت رسالات قوية وموجهة، ومعظم الذين خرجوا في 70 كانوا أيضا مجبرين للخروج من أجل درء ما يمكن أن يحصل لهم من جماعة الحوثي. جماعة الحوثي جماعة مارقة تستخدم العنف، تبطش بكل من يعارضها وكل من حتى
حتى يبدي موقفه. فمن الطبيعي أن تخرج الناس إدراء درءا لهذه العصابة ولكونها مارقة وتصرفات أيضا المراهقين فيها والمشرفين الطائشة. تيم، الفرق بين الصماد والزعيم. الزعيم صالح استشهد وهو يبحث عن السلام وناشد بوقف الاقتتال بكل مكان والعودة لمسار السلام والتصالح. الصماد قتل بالحديدة وهو رايح يلفلف جهال عشان يقتلوا بالساحل من أجل بقاء مشروع إيران الملالي. وفي حقيقة الأمر مؤلم، لأن المنظمات الدولية والمراقبين للوضع الإنساني في اليمن يتحدثون أن معظم القتلى في جماعة الحوثي جنودها هم ما بين سن 10 و15 و16 سنة. تتحدث هذه المنظمات وتقاريرها موثقة بأن هناك تجنيد للأطفال، بأن هناك أيضا استغلال لظروف وحاجات أسرهم من أجل الزج بهم في القتال. يتم صرف لهم مرتب من أجل أن يذهب ابن الأسرة، الأسرة طبعا محتاجة، فيذهب ابن الأسرة للقتال مع هذه الجماعة، يقتل في المعركة، يقتل في الجبهة، ثم يعيدونه لأهله جثة هامدة وصورة، وينقطع. المصيبة الأدهى أن مرتبه لا يستمر، بل ينقطع بعد شهر أو شهرين، وتبقى الأسرة لا هي التي كسبت مالا ولا هي التي أبقت ابنها على قيد الحياة من أجل أن يعيش حياته ومستقبله، وربما حياة ستكون أفضل وأكثر كرامة. مشروع ظلامي متخلف رجعي لا يمكن قط أن تدافع عنه. إلى واي تكنو. توقف تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعي عن العمل صباح الأحد بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت، وتداولت مواقع تقنية تقوم بمتابعة حالة الخدمات والتطبيقات العالمية المتوفرة على الإنترنت أن تليجرام بالفعل خارج نطاق الخدمة بالكامل بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت. ويأتي ذلك بعد أن فرضت وكالة الاتصالات الروسية حظرا على تطبيق تليجرام للتراسل بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير، ورفض تليجرام الذي طوره رجل الأعمال الروسي بافل دوروف تقاسم البيانات، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، ووعد بإبقاء التطبيق قيد التشغيل على الرغم من الحظر. وأكدت هيئة رقابة الاتصالات الروسية أنها أغلقت عددا كبيرا من الخوادم المملوكة لشركتي جوجل وأمازون لأنها تعتقد أن شركة تليجرام تستخدمها للتحايل على الحظر. سيتيح تطبيق انستغرام لمستخدميه تنزيل جميع صورهم الشخصية المنشورة على التطبيق بالإضافة للبيانات الشخصية التي تم مشاركتها على خطى موقع فيسبوك الذي يملك تطبيق انستغرام. ولم تكن هناك أي طريقة لتنزيل الصور على تطبيق انستغرام في السابق، ولكن قانون حماية البيانات من الاتحاد الأوروبي الذي أجبر مواقع التواصل الاجتماعي على التعامل بشفافية أجبر انستغرام على توفير تلك الخدمة. وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن التحديث الجديد للتطبيق سيتضمن خاصية تنزيل الصور والبيانات التي لم تتوافر في السابق. وأعطى الاتحاد الأوروبي مهلة لمواقع التواصل الاجتماعي حتى 25 مايو لكشف بيانات المستخدمين، وذلك بعد فضيحة تسريب موقع فيسبوك بيانات المستخدمين لشركة استشارية سياسية استثمرتها في إعلانات انتخابية. طبعا تأتي كل هذه الإجراءات بعد فضيحة فيسبوك مع شركة كامبريدج أناليتيكا التي استخدمت بيانات للمستخدمين في موقع فيسبوك من أجل أغراض سياسية، ويقال أنها وقفت خلف فوز المرشح في الانتخابات الأمريكية 2016 الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. إلى واي فيس. روجت مواقع وناشطون تابعين للحركة الحوثية وأيضا
معادين لطارق العميد طارق صالح وتحركاته في الساحل الغربي أكاذيب طوال الفترة الماضية، وأن هناك جماعة انشقت، وأن هناك أيضا من ألقوا سلاحهم، وأن هناك خونة، وأن هناك من طردوا، وأن هناك وقصص درامية، وكأننا في هوليوود، أفلام ودراما يخرجونها ويكذبون ويزيفون، وكأن الشعب لا يتابع، وكأن هناك ليس هناك قنوات، وليس هناك، ولسنا في عصر الحديث وعصر المعلومة وانتشارها، فقط يريدون أن يقولوا لنا تقطرنوا كما قال أجدادهم، ونحن نتقطرن بعدهم، نصدقهم يكذبون ونحن نصدق. هذا الموضوع أثار كثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي. محمد أنعم رد على هذه الأراجيف والأكاذيب: أبطال المقاومة الوطنية حراس الجمهورية بقيادة طارق محمد صالح يسطرون ملاحم انتصارات وطنية عظيمة، قوة ضاربة لم يستطع أحد اختراقها، لهذا يروجون الأكاذيب في محاولة للرد عليهم. اطمئنوا، سلاحنا أصبح موجها ضد عدو الشعب اليمني الأول الحوثي، وليس أمامنا إلا النصر أو الشهادة. طبعا هي محاولة من أجل زعزعة ثقة الناس بهذه القوة، وأنها مخلخلة وأنها مفككة وأن هناك خيانات وأشياء من هذا القبيل، لكن فاتهم هؤلاء الزمن وعد عليهم، والشعب أصبح أكثر إدراكا وأصبحوا مفضوحين مكشوفين من قبل كل شرائح المجتمع، ويعرفون أن هذه مجرد أراجيف الحوثي وأتباعه، وأيضا من بعض أتباع الإخوان المسلمين فرع قطر أيضا ما زالوا فيهم بعض الحقد والغل على طارق العميد طارق وقوته، فيروجون لمثل هذه الأكاذيب. يحيى العابد: المشاط يعترف بأن الشعب اليمني يكرههم. قناة الميادين للمشاط: هل فعلا وجهتم باعتقال الناشطين الذين ينتقدونكم ويعارضونكم سواء على المواقع أو الواقع؟ أجاب: هذا كلام غير صحيح، ومن المستحيل اعتقال 27 مليون. يا سلام، 27 مليون يكرهونكم، إذن لا يمكنكم أن تعتقلوا 27 مليون، هذا جوابك؟ إذن 27 مليون يكرهونكم، 27 مليون فقط عجزكم عن اعتقالهم، وإلا كنت أتقلتموهم وأودوتوهم خلف الشمس بخمس. مؤلم. خالد عادل السياغي: الجميع انتباه، ولأنه زمن قتل الحرية واغتيال الرأي الآخر، سأسلم صفحتي وحسابي هذا لولدي خالد وأتوقف. كثيرون هم من توقفوا الآن عن الكتابة، لكن هناك الكثير ما زال صامدا ولم ينكسر، وقلمه ما زال عصيا على الانكسار، لا يمكن أبدا أن يسكت وأن يدفن رأسه في التراب كالنعامة. عبد الناصر المملوح: إلى المتعطشين لأخبار الساحل، دعوا المسيرة تبث احتراق مدرعة، ستشاهدون أبطال المقاومة الوطنية يصدحون من قمم الجبال، كان هنا وهناك حوثة. من أجل الزيف والخداع والتزييف الحقائق ذهبت المسيرة في تقرير لها، أتت بصور قديمة وأرشيفية وبثتها على أنها مدرعات لطارق صالح وقوات طارق صالح وفي جبهة المخاوة، في حين أن هذه الصور وهذه الفيديوهات كانت قد بثتها في وقت سابق من العام الماضي، وحتى الناشطون أتوا بالتاريخ وتاريخ الفيديو وقارنوا الفيديو، فهي مجرد أكاذيب لا أقل ولا أكثر من أجل رفع معنوية أتباعهم ومن لفهم. ماجد العديني: بظرفنا الراهن اليمني المحظوظ هو الذي يصحو من نومه ذات صباح فيجد نفسه مجنونا. هناك مثل شعبي يقول: قليل العقل مستريح. ربما تمنى الآن كثير من المواطنين وكثير من الناس أن يكونوا مجانين من أجل أن يهربوا من هذا الواقع المؤلم،
كهرباء منعدمة، يعتمدون على الطاقة الشمسية ومشاكل الطاقة الشمسية من بطاريات وإشكاليات كبيرة جدا، وأيضا حتى غيوم، فلا يجدون حتى الكهرباء، لا يجدون أيضا الماء النظيف، لا يجدون الغذاء، لا يجدون الدواء، لا يجدون حتى الغاز الآن تحتكره الميليشيات. إذا كل هذا الوضع المؤلم، كل هذه المعاناة تجعل من الرجل يرى أن الجنون ربما حلا، كون أيضا الموت والانتحار هي فكرة مطلقا لا يمكن أن تخطر في بال اليمني المتمسك بدينه وقيمه وأخلاقه، وإلا كان انتحر من زمان لو لم يكن هناك الوازع الديني. وكله ما تفرضه هذه العصابة من وضع صعب وحياة صعبة جدا على حياة الناس وعلى حياة المواطنين. نتمنى السلامة للجميع. مع هذا الفيديو نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج واينت. حتى الملتقى في حلقة الغد، في أمان الله وحفظه ورعايته، إلى اللقاء.